إنا لم نترك الإسلام كما تركه آخر، ولكن أحق بأموالنا نصنع بها ما نشاء، وقد أدينا الزكاة وقدمنا الصدقات إلى رسول الله ما كان فينا، فالآن لا نؤديها لك أو لغيرك، وقد أحببنا أن نؤذن لك بهذا حتى تكون على بينة، فاصرف عنا عمال صدقاتك لا نراهم في منازلنا، فانظر رأينا. ولئن رضينا منكم أن تفرقوا بين الصلاة والزكاة فكأننا رضينا أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض، وإن عرى الإسلام حبل واحد، فإن قطتم عروة منه فلا يلبث أن تنفرط عراه الأخرى. لا والذي بعث محمدا بالحق، بل تؤدون الزكاة وتسوقون الصدقات كما صنعتم مع رسول الله، لا ينقص منها شيء. هل وعيتم؟ عودوا إلى رحالكم. بعد مبايعة أبي بكر بالخلافة أخذت الأخبار ترده من كافة أنحاء شبه الجزيرة العربية عن ارتداد الأعراب بزعامة عدد من الكهنة والمشايخ، فبلغه ارتداد بني أسد بقيادة طليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة، وبني فزارة بقيادة عيينة بن حصن، وبني عامر وغطفان بقيادة قرة بن سلمة، وبني سليم بقيادة الأشعث بن قيس الكندي، وبني بكر بن وائل في البحرين بقيادة الحكم بن زيد، وبني حنيفة بقيادة مسيلمة بن حبيب الحنفي الذي ادعى النبوة. فما كان من أبي بكر إلا أن قرر التصدي لهذه الحركات الارتدادية بالقوة والحزم، وبخاصة بعد ورود أنباء عن تحفز القبائل لشن هجوم واسع على المدينة المنورة وتدمير القاعدة المركزية للدين الإسلامي. وكان موقف أبي بكر الصديق منذ البداية واضح تمام الوضوح، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. لكن قبل ذلك قرر أبو بكر تلبية رغبة الرسول محمد قبل وفاته بإرسال جيش أسامة بن زيد إلى مشارف الشام لمحاربة الروم هناك، والإغارة على القبائل الشامية على الطريق التجاري بين مكة وغزة. والمعروف أن هذا الجيش كان معسكرا في الجرف، كان معسكرا هناك عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعندما بويع أبو بكر بالخلافة. وأبدى بعض الصحابة تحفظا على إرسال هذا العدد الكبير من المقاتلين إلى خارج المدينة في ظل أجواء ثورات القبائل والمرتدين، لكن أبا بكر أبى أن يخالف وصية النبي، فقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ولو تخطفتنا الطير. ثم نهض أبو بكر بنفسه واستعرض جيش أسامة بن زيد وأمره بالمسير، وبذلك خلت المدينة في غضون ذلك من أي جيش، ولم يكن في المدينة آنذاك إلا مئات من المهاجرين والأنصار. يا خليفة رسول الله، إن العرب قد ارتدت كما قد علمت، وأنت تريد أن تنفذ جيش أسامة وفيه جماعة المهاجرين والأنصار وأبطال الناس، ونخشى عليك في غيبتنا الغرة، وأن يحيط الأعراب المشركون بالمدينة فيتخطفوك والمسلمين، وفي المدينة حرم رسول الله، فلو حبست الجيش عندك لتقويت به على من ارتد من هؤلاء العرب. والله لو علمت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله، ولا أحل لواء عقده رسول الله، ولو لم يبقى في القرى غيري لأنفذته. خرج أسامة بالجيش خارج المدينة، فقام طليحة الأسدي بنشر أتباعه حول المدينة، فأقام بعضهم في ذي القصة في شرق المدينة، وأقام بنو مرة بالأبرق في منازل بني ذبيان، وكان بنو عبس وبكر يقفون إلى جانب هؤلاء المرتدين. ثم أرسلوا وفودا منهم إلى المدينة المنورة ليفاوضوا أبا بكر الصديق على أساس أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة، واطلعوا في غضون ذلك على الوضع الداخلي في المدينة، مما دفع أبا بكر إلى تنبيه المسلمين كي يأخذوا حذرهم. وأشار بعض المسلمين وفيهم عمر بن الخطاب بقبول طلب المرتدين حقنا للدماء ومنعا للحرب، لكنهم جوبهوا بموقف أبي بكر الصلب، فأصر على مقاتلة كل مرتد لا يؤتي الزكاة، مكررا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ولئن تراخيت مع هؤلاء ليطمعن الآخرون،
فإن قهرناهم ارتدع كثير غيره. لقد أجر الله الحق على لسانك يا أبا بكر، فامض إلى ما تريد ونحن معك. أما وقد قلتها فإني رأيت الغدر في وجوه القوم، وما هي حتى يصبحوكم وقد رأى وفدهم منكم قلة، ولا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا، فاستعدوا وأعدوا. وعاد وفود أهل الردة إلى معسكرهم بعد أن رفض أبو بكر طلبهم فيما يختص الزكاة، فأخذوا يشجعون قومهم على غزو المدينة بعد أن لمسوا قلة الجند فيها وإمكانية دخولها. وكان أبو بكر مستعدا لأي هجوم قد يشنه أهل الردة، فأخذ يقوي دفاعات المدينة، وعهد إلى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، عهد لهم بحراسة الطرق الجبلية المحيطة بالمدينة، فكانوا يبيتون خارج المدينة استعدادا وتأهبا. وبعد 3 أيام أغار أهل الردة على المدينة المنورة ليلا، وكان المسلمون بانتظارهم فردوهم على أعقابهم ناكصين، ثم تبعهم أبو بكر أثناء الليل وعلى ميمنته النعمان بن مقرن المزني، وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن، وفاجأهم عند الفجر لينزل بهم الهزيمة ويولون الأدبار هاربين منه. ونزل أبو بكر في ذي القصة، وكان ذلك أول الفتح في حروب الردة، ووثب بنو ذبيان وعبس على من وثب من قومهم على الإسلام، وقتلوهم انتقاما لفشلهم في غزو المدينة. فأقسم أبو بكر على قتل من كل قبيلة من المرتدين بمن قتل من المسلمين. ثم عاد أبو بكر إلى المدينة المنورة، وفي هذه الأثناء عادت حملة أسامة بن زيد بعد 70 يوما من خروجهم، وخلال طريقهم كانوا قد أوقعوا بقبائل من قضاعة ارتدت عن الإسلام، كما أغار أسامة بعض الغارات في مؤتة وغنم غنائم كثيرة هناك. ثم خرج أبو بكر في جمع من المسلمين بعد أن استخلف أسامة بن زيد وجيشه على المدينة لينال قسطا من الراحة. ونزل أبو بكر بالأبرق حيث قاتل بني عبس وذبيان وطائفة من بني كنانة وهزمهم، فانسحبت ذبيان وبنو عبس إلى بزاخة قرب مكة وانضمت إلى طليحة الأسدي. وبعد أيام عاد أبو بكر إلى المدينة المنورة وأخذ يعد العدة للقضاء على حركات الردة بشكل تام. الاستعداد للحرب. بعد أن استطاع المسلمون بقيادة أبي بكر صد الهجوم على المدينة وهزيمتهم لبني عبس وذبيان وبكر بن وائل في الأبرق، أجلى أبو بكر تلك القبائل عن الأبرق وجعلها لخيل المسلمين. وبعد عودة أبي بكر للمدينة بعث جيش أسامة بن زيد إلى ذي القصة، ووزع الجند إلى 11 لواء هناك، وخص أبو بكر كل لواء من تلك الألوية بقتال أحد القبائل المرتدة، وأوصاهم باستنفاء من يمرون بهم من المسلمين ليكونوا لهم عونا في القتال. وجعل أبو بكر من المدينة مركزا لقيادة جيوشه، وقد كان أبو بكر قد أمر قادة الألوية بألا ينتقل أحدهم من قتال جماعة إلى أخرى حتى يستأذنه، كما أرسل مع كل لواء منها رسالة تقرأ على القبائل قبل قتالهم، كان نصها كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله، إلى جميع من قرئ عليه كتاب هذا من خاص أو عام، أقام على إسلامه أو رجع عنه، سلام على من اتبع الهدى ورجع عن الضلالة والردى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لقد علمتم أنه من لم يؤمن بالله فهو ضال، ومن لم يؤمنه الله فهو خائف، ومن لم يحفظه الله فهو ضائع، ومن لم يصدقه الله فهو كاذب. لقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد الإقرار بالإسلام والعمل بشرائعه، جهلا منكم بأمر الله تعالى وطاعة للشيطان، والشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقد وجهت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار، وأمرته ألا يقاتل أحدا منكم حتى يدعوكم إلى الله عز وجل، فمن دخل في الطاعة وسارع إلى الجماعة وعاد من المعصية إلى ما كان يعرف من دين الإسلام ثم تاب إلى الله تعالى وعمل صالحا قبل الله منه ذلك وأعانه عليه، ومن أبى أن يعود إلى الإسلام بعد أن دعا
دعوناه إليه، فقد أمرت الجيوش أن يقاتلوهم أشد القتال وألا يتركوا منهم أحدا قدروا عليه إلا أحرقوه بالنار إحراقا، ويسبون الذرار والنساء ويأخذون الأموال، فقد أعذر من أنذر، والسلام على عباد الله المؤمنين. وقد أمر أبو بكر قادته بقراءة هذا الكتاب في كل مجمع، وأن يجعلوا الداعية الأذان، فإن أذن المسلمون فأذن الناس كفوا عنهم، وإن لم يؤذن الطرف الآخر فإنها الحرب. وغدا سنتكلم عن إرسال أبو بكر لخالد بن الوليد لهذه القبائل، أرسل لهم فارسا لا يقهر. غدا سنتكلم عن هذه المعارك التي قادها ابن الوليد إن شاء الله.